السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع جديد لمادة التوزيع والتصميم الكهربائي اللي هو Electric Load Characteristic، خصائص الحمل، وهو يعتبر من المواضيع المهمة. ما هي العوامل التي تؤثر على عملية طلب الطاقة الكهربائية؟ منها النشاط الاجتماعي والاقتصادي، منها النشاطات الصناعية، منها النمو السكاني، أيضا أعداد المستهلكين، سعر الطاقة الكهربائية، مبيعات الأجهزة الكهربائية، المناخ، الجو اللي تأثر به درجات حرارة، رطوبة، رياح، أيضا النشاطات الموسمية مثل الزراعة وغيرها. عندنا مصطلحات يجب التعرف عليها. من هاي المصطلحات هي الكونكتد لود، يقصد بالأحمال اللي مرتبطة بشكل مستمر على الشبكة، هاي تسمى بالأحمال المستمرة بالعمل. الماكسيمم ديماند هي أعظم نقطة توصلها الطاقة خلال فترات زمنية محددة، نفس ما هسه راح نشوف. هاي مصطلحات يعني احنا لازم نهتم لها. الديمايند فاكتور، الديمايند فاكتور اللي هو الماكسيمم ديمايند، اعظم نقطة على الكونكتد لود اللي موجود بالشبكة، اللي هو دائما راح يكون القيمة مالته الديمايند فاكتور اقل ويساوي 1. مصطلح الافرج لود، الافرج لود هو توزيع الكيرف الغير منتظم على الفترة الزمنية بحيث نجد القيمة المتوسطة له. طبعا هذا نقصد به بالماكسيمم ديماند، أعلى طلب خلال فترة زمنية معينة. وكونكتد لود لنفترض أنه هذا هو الكونكتد لود اللي هي الأحمال الموجودة بشكل مستمر، لكن هذا هي المتغيرة خلال فترة زمنية. هي هذا المصطلح اللي مر علينا. عندنا اللود فاكتور، اللود فاكتور القانون مالته هو الافرج لود اللي لقيناه على اعظم نقطة باللود. وطبعا احنا بنتعامل مع الريل باور، نفس الشيء اذا تعاملنا مع القدرة الظاهرية S. وهنا طبعا اللود فاكتور بما انه احنا جنقسم وحدات متماثلة فهو اكيد بدون وحدات، وهو دائما محصور ما بين الصفر والواحد، اكبر من صفر واصغر ويساوي 1. الديفيرسيتي فاكتور هو مجموع القدرات الماكسيمم المنفردة على الباور ماكسيمم الكلي. يعني شلون؟ احنا عندنا هنا كيرفات، عدة انواع من الكيرفات، فعمود احسب الديفيرسيتي فاكتور مالتي انه لازم احصل على الماكسيمم لكل كيرف، اجمعهم واقسمهم على الماكسيمم للكيرف النهائي مالتهم، اللي هو راح يبين لي الفرق ما بين كيرف وكيرف. الكونديسنت فاكتور هو عامل الصدفة اللي هو عكس عامل الطلب، الديفيرسيتي فاكتور اللي هو البي توتال ماكسيمم على الماكسيمم لكل كيرف على حدة مجموعات، اللي هو دائما اذا راح يكون شنو قيمته اصغر. طبعا الديفيرسيتي فاكتور هو دائما اكبر من 1، بينما عامل الصدفة هو دائما اصغر ويساوي 1. راح نشوف هذا المثال يوضح لنا هاي الفكرة. يقول هنا أنا أنت عندك مصنعين اللود كيرف مالتهم نفس ما موضح بالشكل، اللي الباور فاكتور مالتهم 0.8. اللي مطلوب من عندنا أولا هو حساب اللود فاكتور للمصنع بي. السؤال الثاني هو حساب الديفيرسيتي فاكتور ما بين المصنعين، يعني إيش قد الفرق بالحمل، يعني ايش قد الحمل المسلط على المحولة خلال هاي الفترات
للمعمل، وراح نشوف هاي مستقبليا تأثيرها بالتصميم. بالنسبة لمصنع بي، احنا شعدنا يريد من عندي اللود فاكتور. اللود فاكتور هو بما انه احنا عندنا بالاس فنتعامل بالاس، الاس افريج على الاس ماكسيمم. لو كان بالبي بالباور ريل باور اوكي اشتغل بالباور، لكن هو هسه بالقدرة الظاهرية اس فنحن نشتغل بالاس. اللي هو شي يمثل انه الفترة الزمنية للفاكتور بي، الفترة الزمنية 6 ساعات في 120، 6 ساعات ثانية في 380، و12 ساعة في 240. نجمعهم نقسمهم على 24 ساعة راح يطلع لي S average. أقسمه على S maximum، أعظم S maximum هو 380، راح يطلع لي load factor اللي هو شقد 0.6. لكن من أريد أحسب diversity factor فأحتاج إلى اللود كيرف توتال للمصنعين. فش راح اسوي؟ اجي اجمع المصنعين كما مر سابقا بامثلة ترانسفورمر لوسز ضمن فترات زمنية من 0 الى 6، والمصنع اي من 0 الى 6، هنا 100 هنا 120، نجمعهم يصيرون 220. نفس الحالة بالفترة الزمنية من 6 ساعات الى 12 ساعة، هنا 380 بينما هنا 100 راح يصير 480، وهكذا الى ان نكمل اللود كيرف كله. فعمود احسب الديفيرسيتي فاكتور لازم اطلع الماكسيمم للمصنع الاول واطلع الماكسيمم للمصنع الثاني، اجمعهم واقسمهم على الماكسيمم لمجموعهم اثنينهم، راح يطلع لي الديفيرسيتي فاكتور هو 1.26. وان شاء الله راح نبين اهمية ايجادهم اثناء التصميم. اللود كيرف، اللود ديوريشن كيرف، هنا أنا يقول احنا عندنا اللود بهالشكل هذا. يفضل عمود تسهيل الحسابات او تسهيل العمل انه نحوله الى هذا الشكل، نحافظ على الفترات الزمنية مالته لكن بشكل من الاعلى الى الادنى. راح نشوف بهذا المثال. يقول انت عندك مصنعين اي و بي، اللود كيرف مالتهن موجودات كما يتضح بالشكل. اللي مطلوب من عندنا كالتالي: اولا حساب اللود فاكتور، واحنا عرفنا هسه القوانين اللي تستخدم لحساب اللود فاكتور. الاس هنا كيلوات، فيصير البي افريج على اليمن لانه بالكيلوات على البي ماكس. فور ايتش فاكتور لكل مصنع لاي و بي. ايضا يريد من عندي رسم الديورشن كيرف اللي هسه مر علينا من اعلى نقطة الى ادنى نقطة for the transformer. ايضا يريد الديفيرسيتي فاكتور اللي يصير بين المصنعين، وايضا يريد حساب اللود فاكتور للترانسفورمر. راح نشوف هسه هنا المطلب الاول هو اللود فاكتور للمصنع اي. ايش قلنا عمود نحسبها؟ المصنع اي الفترة 6 ساعات في 50، عمود شلون طلع افريج؟ فالفترة الزمنية في الاس في البي 6 ساعات في 50، 6 ساعات الثانية في 200، 6 ساعات الثالثة في 100، زائد 6 ساعات الرابعة في 50. اذا هاي ال 50 مع هاي ال 50 نقدر نقول 50 في 12، اوكي، زائد 6 في 200 زائد 6 في 100 مقسوم على 24 ساعة راح يطلع لي الأفرج، أقسمه على الماكسيمم اللي هو 200 راح أحصل على اللود فاكتور. نفس الطريقة تستخدم مع المصنع بي، أوكي. هسه المطلب الثاني هي إيجاد الديورشن كيرف. طبعا احنا عم نسوي الديورشن كيرف نحتاج إلى اللود المسلط على الترانسفورمر، باعتبار أنه المصنعين هسه هن مربوطات على ترانسفورمر. فلازم شو نسوي؟ نفس اللي السؤال السابق، خلال الفترة الزمنية الأولى من 0 إلى 6 هنا 50، هنا أنا ما كلود، إذن خلاص، إذن أول شيء 50 نفس ما نشوفه هنا أنا. الفترة الثانية من 6 إلى 12 هنا أنا 200 وهنا أنا 100، فراح يصير 300 نفس ما نشوفه هنا، وهكذا يستمر إلى أن نكمل كل اللود كيرف. عمود نحاول الديورشن كيرف نبدي بالأعلى،
من 12 لل 6 ساعات، اول 6 ساعات يبدي 400، اذا اول 6 ساعات يبدي 400، بعدها يصير 350 خلال الفتره اللي بعدها، بعدها يصير 300، بعدها يصير 50. اذا هذا هو المطلب الثاني. حساب الديفيرسيتي فاكتور للمصنعين لازم ايش نلقى؟ نلقى الماكسيمم ديماند او الماكسيمم بي ماكسيمم الاول اللي هو 200 زائد البي ماكسيمم للفاكتور الثاني مقسوم على اليمن على الماكسيمم لمجموعه اللي هو 400، راح يطلع لنا الديفيرسيتي فاكتور بين المصنعين. ايضا لحساب اللود فاكتور للترانسفورمر اللي هو اللود ديوريشن كيرف، فاحنا الفتره الزمنيه ال 50 في 6 ساعات، 300 في 6 ساعات، 400 في 6 ساعات، 350 ايضا في 6 ساعات، مجموعهم ونقسمهم على 24 ساعه راح يطلع لنا شنو؟ البي افريج، نقسمه على الماكسيمم اللي هو 400 راح يطلع لنا اللود فاكتور. بهذه الطريقه يكون خلصنا هذا الموضوع. اتمنى نشر الفيديو لاصحابكم واصدقائكم ليستفادوا، وشكرا لكم واتمنى لكم كل التوفيق.